أتقدم بجزيل الشكر والعرفان من مؤسسة كاسيه الأندلسية على ما قدموه لنا من دعم للعلاجات والأدوية. أتقدم بالشكر الجزيل من الإخوة في مؤسسة كاسيه فلسطين أندونيسيا على هذا المشروع القيم الذي يخدم أهل المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نتقدم بجزيل الشكر والعرفان من مؤسسة كاسيه بالستاين على تقديمها وتبرعها لمشروع توزيع وجبات السحور على الأسر الفقيرة في قطاع غزة. احنا بنكون سعيدين ومبسوطين ان شاء الله اذا ذكرونا بالعيد الاضحى ان شاء الله. كما واتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم ماديا ومعنويا في بناء هذا المسجد من اهلنا الكرام اهل الخير والمؤسسات الخيريه هناك في اندونيسيا في بلاد الاسلام. Selamat Indonesia.